مثلا بيتك يعني؟ مثلا شلون اقول لك، يعني مثلا اصورها مثلا بشكل تستشورين محلو، هيك اليوم؟ اي يعني اشياء حلوه، يعني اشياء عاديه طبيعيه، مو ملفته ولا مو تعرضها هم تدري شو المشكله للهجوم خلود، وكذي. هم حطوا ضوابط بان الطفل ما يصير انت تستخدمينه بالاعلانات. لو انت اي مثلا طفل مثلا بنتك في البيت قاعد تلعب الله يحفظها، جبت لها مثلا لعبه من احد الشركات الكبيره وحبيبتي وبنتي اي جابت لها هديه، اي زين انت هذه يمكن الهديه هذه جابتها كاعلان او كدعايه متفقه عليها وماخذه انت مبلغ مالي، صح. هم يمكن يحاسبونك على هذا الشيء مع ان انت هذا الشيء قدمتيه في البيت. إذا شلون انت تقول حق الناس او تقول حق الناس او الجهه اللي حطت هذا القرار تقول يا جماعه انا هذا قاعد اتصرف طبيعي، هذا مو اعلان، متى تقولين لهم هالكلام؟ اذا اعلان بقول اعلان بس خلاص، تتأكد. يعني من طلع القرار يعني تحترمينه؟ إيه، حتى مرات انا قبل القوانين هذه مثلا لما اكل كيكه هي تناشبني وما شنو، الحين لا خلاص قاعد اقول خلاص ان اذا عندي اعلان ما بخلي ما شويه دخلها بالصورة. ولا شيء. اي يتحرش فيني هي بروحها يعني، صحيح. تحط ايدها بالكيك ما شو تسوي. اي صحيح. طيب شفتي ناس فعلا استغلوا عيالهم في الاعلانات وفي السوشيال ميديا؟ ولا كان استغلال؟ يعني مثلا بقول لك مو عشان انا بنتي، انا ما اتكلم اكيد عنك، اتكلم بشكل عام. بشكل هل شفتي عام احد كان يستحق ان هالقانون يطلع وتصير في ضوابط علشان كذي؟ شوفي ما في اهل ما يخافون على عيالهم طبعا. اي يعني ما في، بس يعني مثلا انا احب اشوف خلود صغيره تسوي حركات تضحك، يعني شي لما تقلدني مثلا وانا اتمكج تمسك فرشه تقلدني، صح. يعني مو ان انا بعلمها على كذي، لا استانس عليها شلون تقلدني. يعني لما مثلا امين يبوس راسي، تي هي تقوم تبوس راسي، تقلد بكل شيء، فهذه الاشياء تضحك وتونس وحلوه ذكرى يعني. بس ما في يعني استغلال تجاري. تدرون ليش؟ لان احنا مشاهير من قبل يعني، ونسوي اعلانات من قبل، مو لما مثلا يا بنتي انا قاعده اسوي اعلانات.